<applause> اوكي اللي راح اطلع لك العفو دكتوره البون ويندو بون ويندو انت Then in case of Toria, female from the right or left? Right. right. <laughs> now present with fever, vomiting, headache. أكو كونتراست دكتوره بالسيتي ما عندنا بس احنا مسوي له عماراي ومعطيها كونتراست اه تمام نشوفه طلع له T1 و T2 سطلع لكم الكونتراست نعم استاذ then هو بالبداية كان أكو multi section CT scan of the brain with the complementary MRI with the post IV contrast. بالCT صراحة شفت أكو area of uh, large area of bone destruction بالرأيت right, uh, temporal bone وشفت opacification of part of the mastoid uh, right sided. بلى. نعم ستاد بالMRI أكو uh, يعني نفس area. و surrounded by peripheral contrast enhancement يعني large air filled cavity massive يعني soft tissue contrast enhancement و دكتورة بلكي تمشين أول سؤال دعاء تسألين للبيشنت يعني إذا أكو بريفيس انترفينشن يعني يمكن إكسلنت إكسلنت

Previous uh, imaging مثل ما قلت لكم استاذ محمد مهمه بالذات من الشوف يعني فد ويلس <applause> يلا كمل يعني وين وصلنا دعاء اي نعم استاذ اذا فهو هذا large فولد اير فولد cavity و area of bone destruction و uh, contrast enhancement في soft tissue يعني mm -hmm. uh, يعني consistent with patient مال chronic uh, uh, auto mastoditis ممكن with uh, complicated by soft tissue abscess بس هذا ال large air cavity يعني ماكو previous intervention mm -hmm. أكو كأنه falling defect بال uh, سايد سيجمون ساينس دكتوره بس مشي عفوا يعني ديستورشن صايره طبعا بال ديستورشن بالسوفت تيشو برين والمدلي كافيتي يعني بالرايت اير كلها ديستورتد وبوني ديستراكشن واكو اوديما وهذه بالضبط فد يعني خلينا إيه. نقول فد سبتيك بروسيس بروسيس كولي اوف كرونيك اوتوماستودايتس وهنا بالكورونا سلاب إيه. كانه بالرايت آه آه سيجمويد ساينس اكو فولينج ديفكت <تصفيق> ممكن <تصفيق> complicated by thrombus يعني thrombus excellent هو طبعا همينا شو اسمه واحد <applause> من complication الكفرنا الساينس شفتيها ارجعي بالله بال contrast انهانس ام ار اكزيا اي ما يعني ما اشوفه بس مثل ما تفضلتي اكو فيلينج ديفكت ذات مثل الدلتا بالكورونا زين كل شيء هذا طبعا واحدة من ال frequent causes of سي بي تي اللي هو uh, cortical venous thrombosis هو السبسيس او الانفكشن هاي مهمه مو صحيح؟ زين اوكي uh, okay. شكرا دكتور دعاء شديد دكتور عزام ويانا دكتور عزام دكتور جاهد نعم استاذ صباح الخير يور اوبينيون بابا استاذ مثل ما تفضلت الدكتوره آه يعني هي اكو سوفت شو إنهاز ما كلش واضح سوفت شو قديمه هي شكلها ماست لايك ليجن بالرايت آه اير يعني آه واكو هم هاي الدلتا ساين واضحه بالسيجمويد ساينس اني آه، يعني ابغى اشوف الشغله الاخرى هم بالسي تي كان موجوده حتى السيرفايكال سباين البوم مالته هم شفته كان مضروب يعني مو بس السكال يعني مو بس الاوكسبتال ريجن السيرفايكال دكتور اول لو سؤال زحمه اللي هي كانت السي 1 اتوقع اي حيات هاي مضروبة مو بس هاي حتى الرايت اوكسيبتال بون اذا تشوفه يتقارن ويا هذا السعيد الرايت هو 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 الاوكسيبيتال استاذ اللي كان متاذي أي اكثر لايسيس كلش لايسز. زين وات اباوت ذا انفرا اوربيتال انفرا تمبورال الرايت انفرا تمبورال فوس اذا نرجع على الام ار دكتور سما نعم استاذ ام اكستنشن اوف كل الرايت نفسه هو هذا يرجع إلى بسبب بالكورونا نعم أوكي أرجع إلى عيم نعم نعم مو بالكورونا اي الإجزيال يكون أوضح. آه أستاذ أنا دا أشوف الرايت ستيرن كليد ماستويد مصلها من ماخذة أنهاز من كل شيء عالي. زين شو تفكرت يعني تتوقع هذا؟ أستاذ هي complicated uh, mastoiditis أو auto mastoiditis يعني مستو. باعتبار الهيستوري مالتها هو كرونيك ويعني uh, صار لها فتره طويله البيشنت راجع بال uh, على ام ال ان تي فصار هاي على ويتش هيستوري غير اللي بياس انترفنشن اللي قلنا شو سال البيشنت على ويتش هيستوري ميديكال مثلا أستاذ الم... انه هل هي كان عندها مثلا بيرفوريشن بالتمبانيك ممبرين و بعد بعد دايابيتس تسالها اميونو كومبرومايز بيشنت اذا كان اميونو كومبرومايز بيشنت اميونو كومبرومايز بيشنت شو تخلي بعد الاورجانزم اللي تسوي هيك في دواي سبريد و يا اما يكون سيدومونس اريجينوزا يعني شويه يعني هذا او فنجل انفكشن اكسلنت فكر بالفنجل وحتى سوبر ادد بكتيريال انفكشن لانه في دواي سبريد واصل للرايت انفرا تمبرال بون لايسيز والهادي اوكي شكرا زايد عشت يدك نرجع على دكتوره سماعة عطيه حتى من الاخر دكتوره سماء تحكي لنا على الكيس وتاشري وبعدين طبعا دكتور هي مريم تفضلوا منو عنده؟ انا استاذ هنيده <applause> آه بس آه بس يعني آه آه استاذ هاي آه ممكن تكون مالجنت اوتايتس اكسترنا باعتبارها هي كونتينوس ويا الاكسترنال اوديتوري كانال يعني تكون اكفيزف بروسس يعني كبيبيوس اوتايتس اكسترنا ايوه اي نوت واي نوت طبعا وشنو اللي هو شنو المالجنت اوتايتس هو ام انفكتيف ام انفكتيف يس هو هذا الاير كافيتي عنده كونتينوتي ويا الاكسترنال كانال وصاير عنده اكسترنال طبعا ممكن شو اسمه المالجنت اوتايتس كتيرنا والهادي وبدها طبعا بس هي انفكتيف بروسيس سو هلا مثل يا سي انفلاماتوري برست كانسر امينت يعني برو شو اسمه اوكي شكرا دكتوره سماح حتى نستغل الوقت نعم صار العفو شلون العقد هاي المريضه جتنا كانت تستوهم دلفرا فجتي هي فيفر و وفومتنج وهدك هي عندها هيستوري بالبرجنسي كان يعني هي اصلا يعني اولد هيستوري انه عندها اوتيتس ميديا كرونيك بس بالبرجنسي زادت البين عندها والهاي بس كانت باقي على انتيبايوتيك بعد بعد ما دلفرت صار عندها هذا الـ يعني ورا تقريبا 1 مانث من الدليفري صار عندها فومتنج وهدك ولثارجي وسيفير هدك فاحنا اول شيء سوينا لها سي تي طلع هذا الدستراكشن بالبون ذات انفولفينج ذا رايت ماستويد والرايت ميدل اير كليفت والرايت اوكسيبيتال الرايت occipital اوكسيبيتال والرايت 1 الان تقريبا هي ما مضروبه وهذا الاير كافيتي اللي هو في الاكسترنال اوديتوري كانال سوينا لها الكونتراست مثل ما تفضلوا الزملاء هذا الـ Evidently enhancing mask-like lesion involving the mastoid و middle ear and involving the prevertebral space uh, and وهذا uh, طبعاً بالـ sagittal شوية يبين أكو عندنا thickening بالـ meninges smooth thickening بالـ بال leptomeningial uh, enhanced uh, suggesting of meningitis و meningitis العفو و interpretation مالتها. بالنسبه لل هي شو اسمه مثل ما واضح انه هناك قاعدة فولنج ديفكت بالسيجمويد ساينس سجستنج ثرومبوسيس و شو اسمه ويعني مشيناها انه هي كومبليكيتد اوتوماسودايتس على الهيستوري برزنتيشن مالتها اكسلنت اذا عندك <تضحك> حتى نروح تمام دكتور انا حاولت اختصر حتى ما اخذ من وقت البقيه واضح دكتور الشو طالع في شلون طالع يمكم استاذ الو موجود دكتوره موجود الشو اه تمام

طبعا بس مخ... فد يعني مراجعه اناتومي سريعه انه هذا احنا نعرف التمبرال بون يتكون من البترس بارت ومن ال... من الماستويد بارت والبتراس بارت والسكويموس بارت والتمبانيك بارت بالنسبه احنا حتى نشوف الاوتايتس ميديا والماستويد عندنا ليفلين مهمات اللي هو الليفل اوف الابي تمبانم احنا نعرف الميتل اير كليفت تتقسم الى ابي تمبانم وميزو تمبانم وهايبو تمبانم اكوردنج تو ذا ايريدرام يعني اباف الاير درام هو ابي ات ذا ليفل ميزو بلو هو الهايبوتن بينام راح نشوف الليفل الاعلى اللي هو بدون اوسيكل بس اير آه راح نشوف الاي بيتن ونشوف فاتحه على الاديداس أنت آه عن طريق الاديداس اند انترام على الانترام مالت الماستويد اللي هي اكبر ايرسا بالماستويد الليفل اللي بعده يسمونه ايس كريم كون ليفل راح نشوف بيه الاوسيكل هذا الليفل جدا مهم حتى نسوي لل للميدل اير اوسيكل هذا البول اوف ذا كون هو المالياس والكون هو الانكاس ونشوف ايضا الاديداس انترم مفتوحه على الانترم هنا أنا هاي البوستيرير فوسه نعرف الريليشن تو ذا ماستويد اير سيل اللي هو الجيجولار بلد والسيجمويد سيجمويد بليت بالاضافه الى الاوكسيبيتال بون الإيتيولوجي طبعا هي ممكن ستريبتو ممكن هيموفيلاس انفلونزا ممكن اسبرجيلاس يعني ممكن تي بي يعني مثل ما تفضلتوا ممكن هي الأج... الاتيبيكال انفكشن اللي هي الفنجال والتي بي تسويها الكلينيكال برزنتيشن طبعا الكومن ساين اللي هي الاوتوريا والهيرينج لوس والهدك والفيفر والريتابيلتي ممكن يجي مريض عنده بوست اوريكلر تندرنس واوريثيما وسوالينج يسوي بروتروجن اوف ذا اوريكل ممكن يصير ابسس وفلكتوانت راديولوجي طبعا هو سي تي اول شيء او الفيرست لاين راح نشوف بارشل اور كومبليت اوباسيفيكيشن اوف ذا ماستويد اير سيل واللي هي سبيسيفيك بس سبورت انه عندنا ممكن مايلد ماستودايتس اذا كان وياها اكو هماتين اكو فد اوباسيفيكيشن ماستويد اير سيل ممكن نشوف ايروجن اوف ماستويد اير سيل مثل ما قلنا البوني سبته تروح حتى نقول ممكن هاي صارت بدها تصير كوليسنت ماستودايتس بس هسه هاي الكيس راح نشوف بها سي تي سكان رايت سايد نشوف هسه اوباسيفيكيشن اوف ذا ميدل اير والماستويد اير سيل وبدنا نشوف البون ما بها شيء ما بها اي اروجن سو ات از اوتو الكيس اللي وراها هذا المريض عنده ميدل اير وعنده هماتين صاير يعني الماستويد اوباسيفيكيشن وباديه تفتح صاير بها ريسوبشن بالبوني سبتا بين ذا اير سيل صايره كولسيد ماستودايتس الكيس بعدها مور complicated هاي صارت كلها كوليسنت وبعد يصير اروجن وديسبليس بالبون هنا مور كوليسنت وهما تين صار erosion للسيجمويد بليت الام ار اي هم راح نشوف البارشل او الـ او كومبليت او mastoid ماستويد اير سيل ممكن نشوف سيجنال فلويد سيجنال تيست بالماستويد وبريفرال انهانسمنت لو بالتي 1 هاي بالتي 2 ممكن نشوف ريستركشن بالتي 1 تاخذ ميكوزال انهانسمنت هاي كيس ام ار اي راح نشوف left سايد low t تي 1 هاي الفلير شويه هاي وبالكونتراست ماخذه بريفر انهانسمنت سجستنج ماسودايتس هنا أنا بعد يصير بها كومبليكيشن إنه صار عندنا uh, filling ديفكت uh, بال بالسيجمويد ساينس وهاي سيجنال إنتنسيتي بال بالبريوستيوم والستانوكليدوماستويد طبعا اهم شيء بهذا الموضوع هو الكومبليكيشن احنا لازم نبحث عن الكومبليكيشن اذا عندنا اوتايتس ميديا وباديا كوليسنت mastoiditis الكومبليكيشن uh, طبعا هي انا راح احكيها بالتفصيل بس هي نبدأ بها السبري اوسيال ابسس البيزولد ابسس ستلاي ابسس الابرنثايتس البترس ابسايتس يصير اكستنشن البترس بون السكال بيز اوسيومايلايتس uh, يصير عندنا انترا كرينال اكستنشن اللي هي الابديورال ابسس مننجايتس سبديورال امبايما سربرال ابسس ديورال ساينس فينس ساينس سكلوسيف ديزيز او ممكن فيشال نير ديسفانكشن وممكن أو ترومبوسيس اوف ماستويد مشاري فان هاي الكيس هسه هنا صايره كوليسنت ماستودايتس لانه فاد سوربشن واروجن على اليمين على السيجمويد بليت بالاضافه انه عندها اروجن بال بالاكسترنال كورتكس فمسويه فالشي هسه هذا يعني هو يعني بولي ديفايند هاي دنس بريفرال انهانسن سجستينج بريفرال سب اري اوستل ابسس هنا هاي الكيس هي البيزولد ابسس البيزولد ابسس يصير اكستنشن للباس بيلو دي اوريجين اوف اوف ستانوكليدوماستويد فيصير فلويد فلويد كونتنت ابسس يعني فلويد كونتنت كابيتي وذ باريفرال انهانسمنت دي يعني هسه هذا يعني كل بليسنج الستانوكليدوماستويد سجستنج ذا بيزولت ابسس هاي الكيس يعني اللي هي ستا لاي ابسس هاي فشي راير يعني حتى يعني الصور قليل لقيت عليها هاي يصير عندنا الفلويد كونكشن يروح على اليمن على البوستيريور بودي اوف ذا جاستريك مسل لسا هذا المريض نازلة هي Posterior to the uh, deep to the, the posterior belly of digastric muscle وواصل ويا المريض صار عنده Lemur syndrome إنه صار عندنا thrombophlebitis بال internal jugular vein طبعا منرجيتيس يصير عند المريض وخصوصا بال اسمه along the side of the mastoid area وهنا المريض هماتين صار عند loss of, uh, of uh, acrophyte uh, yani يعني filling defect بالright uh, uh, sigmoid سواله so well, MRV um, طلع عنده thrombosis of the right transverse and right sigmoid sinus skull-based osteomyelitis هذا يعني أنه عندنا يصير عندنا phallitic permeative destructive lesion مثل هاي الكيس واصلة لليكليفوس وللبترس واصلة left occipital condyle قريبة يعني الكيس مالتنا فهاي واحدة من ال مالتها cerebral ابسس طبعاً لأنه هو كل شي close relation للماستويد يصير عندنا hypodense lesion و ring enhancing مثل هذا الليجن Suggesting of cerebellar abscess. Munken is the of empyema, intracranial ring enhancing lesion. adjacent to the mastoiditis. management طبعا هم عادة يستخدموا broad spectrum antibiotic بس الانتبايوتيك وحدها ممكن هي تزيد لنا rate of complication حوالي 8.5 يحتاج additional measures المريض. يعني معناته لازم يحتاج follow up ممكن يحتاج additional measures مثلا marinotomy with tympanostomy يعني يحطون فد تيوب يسوون هول بالايردروم Uh, طبعا اذا مو مثل هاي الكيس مالتنا هاي بيرفوريتد يخلون تيوب بالأيردروم حتى يطلع الفيوجن ويطلع الدسشارج وال, وال, والبلاد ويصير ايكولايزيشن اوف بريشر او ممكن مريض ما يحتاج ماستودكتومي ماستودكتومي اما الكومبليكيشن فهي تتعالج اكوردنجلي ثانك يو